أقيم المؤتمر التقييمي لأداء الدفاع الشعبي للعام 2018 في ظل تعقيدات كثيرة تعيشها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وحمل المؤتمر العديد من الإشارات حول المهام التي تسعى المؤسسة للاطلاع بها بعد مسيرة امتدت لنحو 20 عاما. التقرير التالي يفصل. جاء مؤتمر تقييم وتقويم أداء الدفاع الشعبي للعام 2018 الذي عقد في فترة حساسة تعيشها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حاملا العديد من الإشارات حول المهام التي تسعى المؤسسة إلى الاطلاع بها بعد مسيرة امتدت لنحو 20 عاما من العمل الجهادي في ساحات القتال إسنادا للجيش، ومن بعدها تحولت المؤسسة إلى كتائب إسناد مدني داعمة لمشروعات الإنتاج والعمل التطوعي وغيرها من الأدوار الاجتماعية. عام 2018 كعام أساس للمشروعات الإنتاجية والاستيعابية، توسع أفقي ورأسي في المشاريع الزراعية والصمغ العربي، مما مكن جمعيات المجاهدين التي انتظمت كافة ولاية السودان بزراعة 90,000 فدان وإنتاج حوالي 400,000 جوال من محاصيل الأمن الغذائي والاقتصادي، واستوعبت أكثر من 44,000 مجاهد. وقد تم الحمد لله تكوين إدارة المشروعات الانتاجية والاستيعابية ووضعت خطتها للعام 2019. فيما يسعى الدفاع الشعبي إلى القيام بأدوار جديدة في دعم مشروعات الدولة والدفع بعجلة الاقتصاد، بجانب إعلانه الجاهزية لحراسة الحدود وتثبيت دعائم السلام ومحاربة محاولات التأثير الفكري السالب على الشباب من خلال الكتائب الإلكترونية لتعزيز مفهوم الأمن القومي. في فترة السلم أنا أفتكر الأدوار تجددت وظهرت واضحة في هذا التقرير الذي استعرض، وكان فيه أدوار دعوية بارزة لمناطق التماس، كان ظاهر فيه أدوار صحية للقوافل الكثيرة لمناطق، وخاصة قافلة كسلة الشهيرة أيام يعني الوبائيات التي كانت في كسلة. أيضا كان فيه اختراق لاستيعاب المجاهدين، استيعاب أكثر من 44,000 مجاهد في مشاريع إنتاجية في مشاريع زراعية. ويأتي مؤتمر التقييم لهذا العام لقوات الدفاع الشعبي والبلاد تشهد متغيرات كبيرة على المستوى الداخلي تتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلال كثيفة على الشارع السوداني. مصطفى بكري لقناة طيبة الفضائية، الخرطوم.